جالك حاجه زي كده اهو، تمام؟ ادي السيريبرال هيمسفير، ده اني سيرفيس فيه سوبيرو ليترال سيرفيس، وده اني سيرفيس فيه ميديال سيرفيس، وده اني سيرفيس انفيريور سيرفيس. خدتوا الانفيريور سيرفيس مقسوم لجزئين، ده اسمه تنتوريال بارت ودوت اسمه اوربيتال بارت. اسم البول ده ايه؟ فرونتال بول. اسم البول ده ايه؟ اوكسيبيتال بول. واسم البول ده ايه؟ تمبورال بول. تمام كده اهوت. ايه الارترز اللي موجوده قدامنا هنا اهوت؟ لو هو جاب لك عينه زي دي وشاور لك على المنطقه دي اللي هو اللاترال سالكس وقال لك مين الارتري اللي معدي هنا اهوت، سواء هو قال لك مين، يعني ممكن يبقى الارتري مش موجود تبقى عينه من غير حاجه خالص، بس يقول لك مين الارتري اللي معدي هنا، يبقى ميدل سيريبرال ارتري. ميدل سيريبرال ارتري تمام، او هو الارتري نفسه يبقى موجود يشاور لك عليه. تمام. طب لف الناحيه الثانيه، ها بص لي الناحيه الثانيه هنا على الميديال سيرفيس، هتلاقي هنا في ارتري، الارتري الاحمر ده هلونه بالاسود عشان يبان اكتر. دوت اني واحد فيهم؟ ده الانتيريور سيريبرال ارتري. اسمه ايه؟ انتيريور سيريبرال ارتري. طيب مين الارتري اللي هيبقى موجود ورا دوت؟ ده البوستيريور سيريبرال فوق السيريبيلم. يبقى عندي ثلاثه سيريبرال ارتريز اساسيين، اللي على اللاترال سيرفيس، في حاجه وقعت ولا ايه؟ اللي على اللاترال سيرفيس ده هيبقى مين؟ ميدل سيريبرال ارتري. اللي جوه هنا هيبقى مين؟ انتيريور سيريبرال ارتري. اللي ورا هنا فوق السيريبيلم مين؟ بوستيريور سيريبرال ارتري. تمام. يسالك ايه في العمل بقى غير ان هو يقول لك ايدنتيفاي الارتريز؟ يسالك عن البلاد سبلاي الكورتيكال. تتسال كتير بقى، يعني ايه؟ يعني يجي لك هنا مثلا يحط لك علامه على السيرفيس ده، يقول لك ايدنتيفاي ذا نيم اوف ذا سيرفيس، تكتب اسمه، بعد كده يقول لك منشن اتس كورتيكال بلاد سبلاي. مذاكرين الحته دي؟ اه. تقول لي ايه؟ تقول لي بالنسبه لي اللاترال سيرفيس دوت سبلايد باني ارتري فيهم مينلي؟ ميدل سيريبرال ارتري. اكسبت ايه؟ اكسبت الستريب اللي موجود فوق دوت 1 انش من فوق لغايه اما اوصل للبرايتو اوكسيبيتال سالكس تقريبا هنا، ده بياخد منين؟ من الانتيريور سيريبرال ارتري. اما الاوكسيبيتال لوب الجزء اللي ورا بستريب رفيع كده من تحت هياخد منين؟ بوستيريور سيريبرال. تمام كده؟ بس تاخد بالك من حاجه، ان البول دوت اسمه ايه؟ تمبورال بول. بياخد منين؟ ميدل سيريبرال ارتري. يبقى تاني السيرفيس ده كله ميدل سيريبرال، ما عدا الاستريب اللي فوق لغايه البرايتو اوكسيبيتال سالكس انتيريور سيريبرال، وما عدا الاوكسيبيتال لوب مع الاستريب اللي تحت دوت مين؟ بوستيريور سيريبرال. بس ما تكملش الاستريب لغايه الاخر لان البوز اللي قدام دوت تبع لمين؟ ميدل سيريبرال. تمام؟ يجي لك على السيرفيس دوت، ده اني سيرفيس؟ ميديال سيرفيس. بياخد ملي من اني ارتري؟ من الانتيريور سيريبرال، ما عدا مين؟ ما عدا الاوكسيبيتال لوب، المنطقه اللي ورا هتاخد منين؟ من البوستيريور سيريبرال، ما هو هنا يعني بيدي المنطقه اللي فوقيه. تمام. هيتبقى لي السيرفيس ده اللي هو مين؟ انفيريور سيرفيس. هياخد منين؟ هنقسمه في تنتوريال بارت وفي اوربيتال بارت. التنتوريال بارت كله اللي ورا بياخد من البوستيريور سيريبرال، ما عدا مين؟ ما عدا البول اللي احنا قلنا عليه دوت، بياخد منين؟ من الميدل سيريبرال اللي كان هنا. تمام. اما الاوربيتال بارت اللي قدام ده فهيتقسم لجزئين، ايه هما؟ جزء ميديال وجزء لاترال. طب الجزء الميديال بتاعه اللي هو هنا، الجزء اللاترال سوري اللي هو هنا اهوت، هياخد من الميدل سيريبرال اللي هنا يكمل عليه. طب الجزء الميديال هياخد من الانتيريور سيريبرال اللي هنا هيكمل عليه. تمام. دي مطلوبه جدا في الامتحان. يبقى يا اما يشاور لك على المنطقه اللي فيها الارتري حتى لو هو مش موجود، يقول لك مين الارتري اللي ريليتد هنا، يا اما الارتري يبقى موجود فيشاور عليه ويقول لك اسمه ايه، يا اما يشاور لك على السيرفيس يقول لك اسمه ايه ويقول لك الايه الكورتيكال سبلاي بتاعه. تمام. الحاجه الثانيه اللي عايز اوريها لكم النهارده في البلاد سبلاي حاجه اسمها سيركل اوف ويلز. ايه سيركل اوف ويلز ديت؟ أربعة. ده طبعا السيريبرال هيمسفير زي. تمام. تحت السيريبرال هيمسفيرز في البرين ستيم. اجزاء البرين ستيم ايه؟ بص على الجنب عشان تبقى شايفها كويس. الجزء الضيق دوت اسمه ايه؟ ميد برين. الجزء اللي بيبقى قابب لقدام ده اسمه بونز. الجزء الضيق اللي بيكمل لتحت ده اسمه ميدالا اوبلونجاتا. ادي الميد برين وادي البونز وادي الميدالا اوبلونجاتا. تمام. فانا هاجي في المنطقه ديت اللي هي قدام الميد برين، مش ده الميد برين اهو اللي فوق ده؟ الميد برين نصين، المنطقة اللي محشورة ما بين الميد برين في النص ديت اللي أنا بشاور عليها دي اسمها انتر بيدانكولار فوسة. اسمها إيه؟ انتر بيدانكولار فوسة. هقوم جاي هنا أهوت على الانتر بيدانكولار فوسة، حاطط الأرتري دوت. مش أنتوا خدتوا السيركل أوف ويلز؟ عارفينها؟ عارفينها ولا فيها حاجة صعبة؟ لا لا. ها؟ يعني لو شاورت هنا وقلت لكم مين الأرتري ده ومين الأرتري ده هتعرفوه؟ ده فيرتبرال أرتري، فيرتبرال أرتري. طب الاثنين هيتقابلوا مع بعض هنا اهوت عند الابر بوردر اوف ميدالا يعملوا ده، مين ده؟ بازلر ارتري. طب البازلر ارتري في النهايه بيتقسم لايه؟ اثنين بوستيريور سيريبرال. بصوا هنا يا شباب،
عندي هنا في تو ارتريز اهو، ادي واحد اسمه فيرتيبرال وادي واحد اسمه فيرتيبرال، تمام؟ هيتقابلوا في النص هنا هيعملوا ارتري اسمه ايه؟ بازلر ارتري. بازلر ارتري في الاخر هيتقسم لتو ارتريز اسمهم ايه؟ بوستيريور سيريبرال وبوستيريور سيريبرال، تمام؟ عندي في المنطقه اللي فوق هنا في الصوره اللي انتوا شفتوها في ارتري مخصوص كده اسمه ايه؟ انترنال كاروتيد. ده الانترنال كاروتيد ارتري. الانترنال كاروتيد بيتقسم في الاخر لاثنين، واحد هنا اسمه ميدل سيريبرال، واحد هنا اسمه ايه؟ انتيريور سيريبرال، تمام؟ ادي انتيريور سيريبرال وادي الميدل سيريبرال. نفس الكلام الناحيه الثانيه، في ارتري زيه هيديني انتيريور سيريبرال ومين؟ وميدل سيريبرال. ادي الاثنين انتيريور سيريبرال، في ارتري هيوصلهم مع بعض اسمه انتيريور كوميونيكيتنج. صح الكلام؟ طيب ده كان اسمه ايه؟ انترنال كاروتيد. مش احنا قلنا من شويه بيدي حاجه اسمها anterior choroidal و posterior communicating؟ فانا هنا هرسم في الصورة دي مين؟ posterior communicating اللي طالع منه، عامل كده والناحية التانية عامل كده، فاصبح الوقت عندي دايرة كاملة من الارترز كده 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 كده، صح ولا لا؟ الدايرة دي اسمها circle of Willis. مين اللي موجود في المنطقة دي؟ هنا الميد برين وهنا الجزء التاني بتاع الميد برين الناحية التانية، يبقى الفصة اللي في النص دي اسمها ايه؟ انتر بيدانكولار فوسا. يبقى السيركل اوف ويلس دي موجوده حوالين مين؟ انتر بيدانكولار فوسا. مكونه من ايه السيركل اوف ويلس دي؟ تابع معايا من تحت، اثنين بوستيريور سيريبرال، اثنين بوستيريور كوميونيكيتنج، اثنين انترنال كاروتيد، اثنين انتيريور سيريبرال، وواحد انتيريور كوميونيكيتنج. دي السيركل اوف ويلس، تمام؟ فهو ممكن يجي لي هناوت في حاجه زي كده اهوت، ها؟ احنا اتفقنا دوت مين؟ البازيلر. يبقى اتقسم الاثنين بوستيريور سيريبرال. فين الانترنال كاروتيد اللي مقطوع هنا؟ بس التفاصيل هنا مش باينه، يعني كارترز مش باينه قدامي. فتنسوا خلص الارترز، هو هيجي لك في المنطقه دي يحط لك علامه يقول لك ايدنتيفاي ذا نيم اوف ذيس فوسا، فتقول له انتر بيدانكولار فوسا، يقول لك منشن ذا نيم اوف امبورتنت ارتيريال سيركل بريزنت هير، تقول له ايه؟ سيركل اوف ويلز. او يجي السؤال ايه؟ يحط لك من الاول هنا الدبوس يقول لك ايه؟ منشن ذا نيم اوف امبورتنت ارتيريال سيركل هير، تقول له سيركل اوف ويلز، يقول لك منشن ذا نيم اوف ارترز فورمينج ات اند ذا سورس اوف اتش وان اوف ذيم، تكتب لي اسامي الارترز وكل واحد جاي منين، تمام؟ في حاجه صعبه كده؟ ادي البلاد سبلاي، بس عايزكم تزودوا حاجه معلش نسيتها، احنا اتفقنا مين اللي معدي هنا؟ ميدل سيريبرال ارتري. لو قال لك منشن ريليتد فيزلز، ما هو لو قال لك مين الارتري اللي هنا؟ تقول له ميدل سيريبرال. انما لو قال لك منشن ريليتد فيزلز يبقى تكتب مع الارتري فين. مين الفين اللي معدي هنا؟ مذاكرين؟ لا لا لا، سوبرفيشال ميدل سيريبرال فين. مش دوت اسمه ميدل سيريبرال ارتري؟ يبقى الفين اللي معاه اسمه ميدل سيريبرال فين، بس تزود كلمه في الاول سوبرفيشال، تمام؟ امال فين الديب ميدل سيريبرال فين؟ تحت، بيبقى جوه في منطقه اسمها الايه؟ الانسولا. مش لو فتحت المنطقه دي هتلاقي الانسولا مستخبيه جوه؟ هو تحت. في حاجه صعبه يا شباب؟ ادي كده الجزء العملي بتاع النهارده، حد عنده سؤال؟ شكرا شكرا دكتور.